مقابلة مع اختصاصيات التجميل، الأولى كان علاجها بالدواء والثانية بالخضرة. ما تروح بتخام ما بتخام هي كل ما بس كل ما عفنت الخيارة بتخم. ايه ما هي كل ما عفنت الخيارة كل ما عفنت الخيارة بتخم؟ ايه ما هي كل ما عفنت كل ما عطت نتيجة. انه انا بعتقد المختبرات اللي فتحينها بباريس وبأمريكا وبأوروبا منن اغبياء لدرجه انه كانوا الا عجبوا لك شويه بندور قالوا لك اشتري من يمكن سهوا سقط عنهم سهوا سقط عنهم لكن اللي عم نتعلموا نحن كلهم رح يستغنوا عنه شو اللي عم يستغنوا عنه مثلا مش في وحده بيبقى بوجه حبوب ايوه ايه شو بتحكي لهم لهلا هلا عم يعملوا هدول الكريمات لشو بتمسكي هالحامضه بتقصيها بالنص وبتفرك وجهك ايه انا بسمع الحامض بايه بطفي انا هيك شو بصير الحبه بتختفي تختفي ساعة واحدة تفرك تضل تفرك 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 تختفي الحبة شو حلو بصل بتستعمل بصل انا بعرف انه في ادوية بتستعملوا بصل انا شفتيه الطبيعة كلها بيستعملوها في ناس ما عندهم بدهم يعملوا يكبروا تمه حلو ايه بقصوا البصلة بيفركوا 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 ولما اذا واحد اكل بصل من هلا لجمعة ما فيك تقدر تحكي معه بيفركوا بالبصل شو بيفركوا بالبصل بيعملوا هن مشان يكبروا الشفاف يعني بدون بيستغنوا عن عمليات مدام ايه بيستغنوا عن كل عمليات يعني الشفه بتورم هيك بطريقه انه بين كثير حلوه اذا الشفه رفيعه مدام ليلى شو رايك شو ما بقى في ولا راي لما الدكتوره شو قلتي لي اسمك انه بتحسوا مدام ليلى انه بياثر عليكم هالشيء مشان هيك ترفضوه انه بأثر على شغلكم لا كن ياخذوا منكم شغل لا ابدا بالعكس اني بشتغل اكيد نحن بنسكر هيك اشياء اذا بدها تضلها مش لا اذا نجحوا هن بتسكروا انتم ايه طبعا بنسكر ايه بنروح نبيع بطاطا بندوره هلا هي اللي حتعمل معي تفوت معي بالمقابله ايه في مناقشه بين الطب الحديث وطب الاعشاب إيه بس يعني انا ما حاسس بهالمناقشه انا اسمعي مني شيلي هالمناقشه ليه مدام ليلى خليني اجي لعندك اعمل معك هالاشياء كلها هلا بتيجي بتعمل اذا ما اكثر بتصير عندك بتعملكم دوره ايه طبعا شو بتعملي دوره شو؟ يعني بتعلم اللي عندك مثلا الاشخاص اللي عندك اللي بيساووا مكياج اللي بيساووا تريتمنت بتصير اشتغلوا بالبندوره والخيار لا بتعلمي انا جايبه معي بصل ليك ما بستغني بصلات كلهم بتدهن مظبوط هيك 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 حلو حلو عن جد انا عجبتني بعدين ما فيها ريحه كثير انا برايي تعمل شي شيف بشي مطبخ انا عطني اكتر تعمل الصحن اليومي بالتلفزيون تعمل لها شي شغله طيب انت بتعرف الحمض انه مثل الاسيد اذا بتحطيه على كانوا يحطوه لحظه شوي كانوا يحطوه على عين الغاز ليبيض فاذا حطوه على البشره شو بده يصير يا هيك بصير ابيض الوجه بصله هلا فحل بصل هلا بتجيبي بتنقري هيك بالنص بتحطوا الوحده على منخاره ما بدها تعمل عمليه تجميل ايه تحطه بتشكه شهر شهر ونص ليك شو رايك تشكيه هلا وتضلك ساكته انا ما ح انا كنت بدي احكي هذيك المره اجت لعندي وحده خد هيك تاتو طالعه هيك لو ما انا شلته مثلا جبت هالخياره مين انت؟ ايه نعم من عندها يعني هي عملت لها تريتمون كانت عملت لها علاج قولي لي شو اسمها جبت انا قصيت هيدي هيك قولي لي شو اسمها تركي هاي قولي لي لا ما خبري ما تخبريني قولي لي شو اسمها هلا قولي لي شو اسمها بتعرفي كيف ما حيت لها التاتو بالملفوفه جبت الملفوفه قصيتها هيك وضليت اعمل هيك لا هيك شغله خلي لحظه لحظه بس عم تعطي رأيي يعني خلص 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 خبري معها خلص شو بعد عم تستفزني لا لا هي قليله عم تستفزني هي لا في انا بدي افرك لها اياها بس بتركيها تجرب لك اياها بركي انه احسن من اللي عندك بدي تشيلي هالحبه عن وجهي لحظه لا مدام مدام لا لا حامض اسمعي مني مدام ليلى خليني بس جرب لازم شوف كيف خمس دقائق اذا ما بتطلعي قمر على التلفزيون خلص يا عمي بس عم خلص يا عمي خلص يعني بس هيك عمي خلص مدام ليلى بس خلص لحظه لحظه خلص يا عمي خلص يعني انا عم بعمل معك منيح خلص هيدا البصل شو حاطه تخم حضرب على البصل خلص 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 انا خلص شل الحبه عن وشي ايه شيلي الحبه عن وشي لا هي قرعه مدام ليلى مجنونه مجنونه انت فينا نقول لك شغله نحن كنا عم نمزح معي
وملكة زميلتنا. كمان مرة شراب خليك رايق مكفي معنا، بس ما بنصحكم تجربوا. ممتاز طيب. كيف لقيته؟ تمام؟ منيح. شو بتعطينا رأيك؟ لا كثير طيب منيح. شو اسمك أنت؟ محمد حايك. محمد حايك. إيه محمد. شربتني انت؟ شو شربتك؟ شربت منه؟ ايه شربت منه من هون. شرب من عنا هو؟ شرب من عنا؟ ما شرب من عنا. انا عم بقول لك ايه ما شرب من عنا. شربت هو فلاس مش شرب من عنا. شربتني قلت لي خليك رايق عصير خريف. خليك رايق ومنشط قلت لك ما محطت. وعلى الزلمة شربت ما شرب من عنا. هيك الزلمة مات شربت. شو خصك بهالشغلة؟ شربت. شو بدك؟ قوم على حده. شربت. قوم ايمو ايمو يا خي. شو ايمو؟ ايمو ايدو ايمو ايدو ايمو ايمو جيب لي. شو شربتني؟ واقف هون. خي شو شربتني انا؟ يا خي ما شربتك انا ما شربتك قبل ما تقيمو. شربتك شراب قوي. انت حاسس شيء؟ يا خي شو شربت؟ شو حاسس انت؟ يا خي شربتك شراب خليك رايق. شو شربتني الي؟ شراب خليك رايق. يا خي بلا رايق بلا شيء شو شربتني؟ ما عم بتقول لك ما شرب من عنا. يا عم عم بتقول لك مبلش. معك شي تليفون؟ ما معك تليفون؟ وين حطيته؟ ضيعت ما بعرف وين ضيعت. يلا معك شي تليفون؟ بس بدي لا حبيبي سلمه سلمه. وينه؟ خلص يلا يا ماما رنت على لفه. هذا حبيبي تليفون. هذا شو هذا هلا اعطيتني اياه حبيبي حبيبي. هذا تليفونك عشان ما بزعل معك. ايوه تليفوني يا خيي. لك هذا تليفونك. ايوه تليفوني شو حالك؟ خذ ها خذ ما شو بعمل لك؟ هذا تليفونه. هذا تليفونه. لك حبيبي هذا تليفون. هاي موتروني. ماما رولا. هو حلوين. هلا عم بكذب. هاي موتروني. لك يا حبيبي هذا تليفون. موتروني. يا ماما. لك نبشني زي ما تقول. هاي موتروني. خي والله تليفون. والله ما تروح. هذا اداني تليفونك. لك هاي موتروني. لك هذا لك لا. يا ماما. كيف لا؟ موتروني. ما يطلع ماما روح بده يسكروا روح. هذا تليفون. موتروني. بعمل فيك معروف تعطيه؟ ما بعرف تليفوني. خي ما معي غيره تبنبشني. يا خي ما تليفوني. هيدا التليفون وما تاخده. وانا رايح ها. يا ماما رولا. هيدا تليفوني. هيدا ما تليفوني خي. يا ما تروح. لك هيدا تليفوني. يا خي ما تروح. عيط لماما يا خي. يا خي عيط لماما عيط لبابا. هيدا تليفوني. يلا وين راح المحل؟ ما انا راح المحل ما في داعي. راح المحل. راح فل يا خي. يا خي نادي بعرف نادي. هيدا تليفونك ممنونك انا بدي. يا خي ما تليفوني اعطيتك تليفوني نوكيا جديد. يا خي خلاص. شوف يا ناس سوي معروف الناس شو بيعملوا؟ شو عملنا يا اخي شو عملنا؟ شو عملنا خلي التليفون نواكي واحد ثاني؟ مين ثاني؟ خد ما ادري عنكم اربع عنكم كلكم نصابين. نحن عالمية؟ ايوه عالمية. هدي تليفونك. طب خبرك شغل لانك قصبتني كثير. خد تليفونك عندي شغل بدي ادفع. يا ماما رولا. يا خي مو تليفوني. اي لحظة ماما رولا يلا امشي. هدي حبيبي هدي اذا بدك. يلا يا خي انا بدي اروح. بيجيب الدرك ما بتروح. اي درك انا هيدا التليفون. يلا يلا يا خي هذا تليفونك. هذا تليفونك. شو ما قصدي انا بدي اجيب الدنيا هون. هذا تليفونك ماما رولا. يا خي هذا تليفونك. ما بيت بنتي ما بيت بنتي تمام. ماما رولا هذا تليفونك. يا خي ما في سكرتي انا ما في اعمل بالبنات. خبرك شغله هدي اعصابك هدي اعصابك. ما يمني هدي اعصابي. هيدا لعينا يا خي ما بدي تليفوني بدي تليفوني. خي مش اعطيتني. يا خي بدي تليفوني يا اخي 632 اسوي لك معروف. امشي 632 يا خيي ماني ماني غبي انا يا خيي هذا الدرع هذا 632 هيا لك يا 632 شو بك هيا 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 632 هدي يلا امشي يلا يلا امشي ماما رولا يلا شو احنا في تمثيلية هون ولا يا خيي اذا بتفل بدنا فل انا يا خيي يا حبيبي والله بتفل سلم على ماما رولا امشي خليك رايق ما تحتاج يا خي خد تليفون. طب انا بدك تنزل لعندي يا حلو بدك تنزل بدك تنزل لعندي يا حلو كتير هالقد كتير هالقد سلم معنا وانسى الجد حول بسماتك ضحكة.
مكتوب عليه كونترا بالسفر على الدنمارك، قد ايه دفعله؟ خلونا نشوف سوا. هاني شرفتنا. خلي لي اياكي. ان شاء الله نكون ازعجناك. لا بالعكس مهضومي، لا بالعكس مهضومي، حلوه حلوه شامله تقريبا كانت. اه العموميه تحكينا بالعموميات وهيك. هاني هلا بسوريا انت بعدك؟ انا ايه تقريبا يعني الصيفيه كنت هون بلبنان. بينزل لك البوم مثل ما عندنا ان شاء الله يا رب. كيف شو بدك تعملي يعني؟ صار عم بينزل شيء ببكي. بس في شي سؤال ما سالتك اياه وحابب كنت اسالك؟ لا لا بالعكس بالعكس كثير كله سالناه. ايه معلوم كانت شامله بشكل عام. هاي انت بتنعرض هلا؟ هلا ان شاء الله قريبا. يعطيكم العافيه. اهلين. كيف صحتك؟ اهلا استاذ سمير. لنا الشرف. هاني جميل. كيفك تسال؟ كيف صحتك؟ انا مدير الاوتيل. استاذ سمير مدير هون. الحقيقه انا بشكر ست وصال اللي سمعتنا هالصوت الحلو كثير. الله يخليك. تفضل تفضل. كيف صحتك؟ والله الحمد لله. حلو استاذ سمير. كثير صوت رائع. الله يخليك يا رب. عجبني كثير. الله يخليك. قلت بدي عندي حفله بالدنمارك انا. عندنا مطعم لخيي. مطعم لمين؟ لخيي بالدنمارك. اه والله. ايه طبعا طبعا سافر عندي قرايبيني بالدنمارك. انا هيك خليني اتعرف عليهم نشوفهم. يلا خدنا معك يا هاني. شو الدنمارك؟ ايه شو عليك فيك تسلم عليهم كمان. الله لنا الشرف. كيف صحتك؟ الله يخليك. متابع لهون ولا مطعم لخيك بس؟ لخيي هونيك فاتحوا. انا يعني مثل وكيل عامل ومتعهد حفلاته كمان وكل شيء. حلو حلو. هلا سمعت صوته كثير عجبني، قلت انا ليش ما نحكي معك؟ بلكن صار بتحكي معه لإله ليش؟ بلكن انه يعني بعدين هيك بدي اقول لك شغله استاذ. بالنسبه لاستاذ هاني مطرب من المطربين المحبوبين وعندهم جو على الساحه. الله يخليك. الله يخليك. وبيغني كثير حلو يعني، بيغني بيرضي كل الاذواق. طيب الحمد لله. شو كيف فينا نتعاون نحن وياك؟ قديش كيف تاخذ على الحفله مثلا؟ هي ايمتى السفره؟ حسب السفره يعني الشهر الجاي ان شاء الله. هلا انا في معي فرقتي. ايش في معي فرقتي؟ طبعا بدي اياك مع فرقتك. طبعا انا فرقتي مؤلفه تقريبا عن حدود ال 15 شاب. 15 يعني بدك تحكي بالميزانيه قديش يعني مثلا؟ بحدود ال 15000 دولار. 15000 دولار؟ نعم. انا بدي اياك يعني 15000. 15000 15000 انا والفرقه يعني. بس انت عم تعمل استثمار. 15 انتوا الفرقه. نعم. يعني بدنا نقول 15 على 30 قد ايه بيعملوا؟ يعني شيء 500 دولار بال 500 بس كثير هيك. ما اذا بيمشي الحال شيء 300 يكون احسن. 300 على شو؟ على الدنمارك. لا هو 15000 عم تقول 15. انا بدي اياه على شيء 3 ايام مثلا الحلقه، يعني كل يوم قديش بيطلع اذا بال انت بدك اياه قد ايه؟ قد ايه بدك؟ 15000 على الحفله يعني؟ لا انا بدي اياها الشهر. اشهر 15000. ايه عشان 30 قد ايه بيطلع على الحلقه؟ لحظه لحظه. 500 دولار على الشهر شغل يومي يعني؟ ايه ايه. بلكن تعمل لي 300 بكون ممنونك انا. هو مش بالشهر 15000 يعني، انت فكرت بالشهر 15000. انا بقول لك على الحفله 15000. استاذي انا فهمت عليه انه بده 15000 دولار. حضرتك عم تقول انا عم بوضح له. انت قلت لي حفله اذا كل يوم مثلا بحسب له اني على شهر 500 بيحسب لي يعني بدنا 50، عم بقول له يحسب لي انا ب 300 وانا خيي ما بديش يعرف انه انا عم سمسر عليه، بلكن بيشل لي 10% كمان لإلي. طب انت كم يوم بدك؟ 300 بدك 10%؟ بديش يعرف خيي الله يخليك. لا طبعا. وانا هون كمان بخدمك كثير يعني خدمه. عيني استاذ سمير هو استاذ هاني بده ياخذ 15000 على الحفله على الليله. هذا بك هذا اللي كنا عم نحكي فيه من شوي. الليلة هيدا السبب عم يطلع شيء بيوصل 15000. شو هو؟ انت عم حضرتك عم تقسم وتطرح وتطرح. لا انا هو عم بيقول لي 15، عم بقول له انا بدي اياه 10، واذا بده دولار السنه ما بيأثر. وكمان ليك فيك تيجي تاكل هون وتشرب ساعة اللي بدك، الناس بيقربوا. بس على شهر كل ليله 15000 بدك تدفع له. اذا هيك كثر خيرك. لا هلا فتنا موضوع كثير مهم، في اجي اكل هون عرفتي؟ اه بعطيك اليوم 300 وانا بسفرك. شغله منيحه بتعزمني معك. بتعملني ببلاش انا؟ انا بسفرك نص التكت علي كمان. كمان حبيبي يعني مش لحظه لحظه ليك فيزا بس حتى فسر لي شوي شرفك. التكت عليك؟ التكت علي ايه. النص عليك والنص الباقي علي؟ النص علي ايه. ومعي 15 شاب. هلا هوليك انت بتطلعهم على حسابك. على حسابي. ايش هاي تجربة. عم تمزح استاذ سمير. عرفت؟ لا مش عم تمزح. هاي تجربة حلوة. أول مرة بتصير.
ونوم حسين على طول على السهر. ليه سمير هلا ما عديت فينا ناخذهم بالشهر؟ فينا ناخذهم بالشهر على اسم الاوتيل ما بخليك على حدا عليهم. شو هن المعدات تاعهم؟ الشحن بتعرف معدات هودي اهم من الاشخاص. ليك شو رايك نروح انا والفرقة بالشحن؟ والله بحكي لك معناتها الشحن حتى نوفر عليك شوي. ما هيك بتحطوها بخسارة يعني، واذا بدك ندفع لك لنطلع الدنمارك. مع مين؟ معناتها الشحن بلكي بياخذهم مع الفرقة. الشحن بدك تاخذ السلام. عم بستلمها. عم تمزح اكيد. عم تمزح. عم تمزح. شو ليك بتمزح؟ حاطين لك مدير اوتيل هون انت؟ انا مدير ايه. عم تحكي جد ولا؟ فيك تيجي الساعة اللي بدك تحسب هون اوتيلك. انت هلا احسن ما تقول لي اخصم لك 30%، حقول له لخي انه اخذتك ب 300 يوميه وانا بعطيك 250 و50 طعميك فيها هون. شو رايك نمضي كونترا هلا؟ ايش؟ حتى اضمن حقي مشان الاكل هون. ايش هون؟ فيك تمضي زود. يا الله شو بدك؟ بس نرتفع حاطين 250 و50 بطعميه هون، انا هون بيفضل كثير. لمين قال لك انه محتاج انه ياكل هون استاذي وصال؟ انا بس ياكلوا هون عندي الجروبات بيبقى من عنهم اكل كثير، انا بشيلهم لاصحابي يعني بطعميهم مش مشكله يعني. شو هون قلت الحياه تبعك هيدي؟ يعني عفوا على رح تبلش شو اسمه؟ ليش يعني؟ هيدي بلشت تقلل الحياه معلم. اذا بتشيل لك اني لو سمحت يا حبيبي بس شوف روح فتش على حدا جاي من الشارع عم تحكي عنه. بيجي الجروبات عندي بيبقى اكل هيك بشيلهم على جنب. طيب ليه ما بتاكلهم انت حضرتك؟ لا شوفي ما شاء الله حوله عم بياكل يمكن ماشي حاله. انا باكل كثير، انا قبل ما ينزلوا لعندهم بكون ايه حبيبي. انت خرجك تكون مدير بسطة، بتعرف انه هدول البسطة تبع اللي بيبيعوا خضره؟ روح شوف لك شو وحده يقول تيسر. ليش انت طلع بياخذها بطريقه مزح وتنكيت العمليه؟ لا مش عارف شو صاير لك. ليش انت ما بتعرفني مين انا؟ ما بدي اعرفك ولا بيناسبني اعرف بطاقتي. ما بدي يا اخي تفضل. ما بدي يا حبيبي. لا فيك تشوف بطاقتي. شو غير معروف شوف بطاقتي وبتعرفني. الله الله العظيم انا الله بيحبني انه اعصابي بين. طيب تفضل شوف بطاقتي. شفت بطاقتي وين؟ هيدا خليك رايق برنامج وانت صوتك حلو كثير. عم تعمل فينا طالب بلا كاميرا داري. لا 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 عم تحكي جد كاميرا داري؟ شو هلا باي كلك زوج ايوه. أهلا مور استاذ. كيلو شوكولا يكون طيب. كيلو شوكولا يكون طيب. تفضل عندي. أهلا وسهلا استاذ. ذوقك الشوكولا شبان هذا كتير طيب. طيب كتير؟ كتير طيب. تفضل. هذا كسر بندق هذا نوعية سويسرية كتير طيب. معروفين نحن. إذا بدك يعني. أول مرة بناكل من هون شوكولا سويسري. دائما بنفوت على المحل. طيب ها؟ اكيد عجبتك. طيبة؟ ما عجبتك؟ ما عجبتك مش طيبة. ما عجبتك. معقول؟ ليه ما عجبتك؟ طمايتك انا اطيب شوكولا عنها. مش اطيب شوكولا لا. طيب ما بيأثر. شو عم تعمل استاذ؟ عم بحسب لك اياها قد طلعت الحبة. ليش الحبة؟ ليش الكيلو؟ الكيلو ب 50 دولار. يعني توقف الحبة. بس مش حلوة شوكولا عم تاكل. عم بياخذ الكيلو ب 5 دولارات. تطلع الحبة ب 5 دولار استاذ. قديش؟ 5 دولار الحبة. أنا الكيلو عم اشتري ب 5 دولارات. بتقول لي الحبة وحدة حقها 5 دولارات. كيف؟ أنا جبرتك تاكل شي شوكولا؟ ما جبرتني آكل، بس قلت لي ذوق. أنت شو جبت؟ سعره حقه 50 دولار وحقه حبة 5 دولارات. شو القصة يعني؟ شو القصة يا زلمة؟ يا أستاذ قال لي بدي كيلو شوكولا طيب. ايه قلت له تفضل ذوق. على اساس من الكيلو تعولاته عم ذوقه هذا تعول الكيلو ب 50 دولار. ايه كيلو ب 50 دولار. ذوقته حبه قال ما عجبه بيطلع على الحبه 5 دولار بس. ما بده يدفع. جبرته يا لا ما جبرته استاذ انا. هو قال لي بدي كيلو طيب. الكيلو 50 دولار حق الحبه 5 دولار. هذا الكيلو 50 دولار الحبه ب 5 دولار. استاذ من بعد اذنك قال لي بدي كيلو شوكولا طيب. قلت انا بخصم الحبه من الكيلو اللي بده ياخده. مزبوط. شي غلط غلطت. ليش ما بتضيفه حبه بدون ما واحد ما يدفع حقه؟ لا هذا كيلو ب 50 دولار حبيبي بضيفك حبه. بس ما قال لي انه حقه الكيلو 50 دولار والحبه ب 5 دولارات. قال لي دوق. ايوه قلت لي عنده مازال كسر بندق وشوكولا سويسريه. معلش لازم تدفع حبيب. يعني لو قلت لك كسر سيارات كنت اكلتها؟ كسر سيارات اكيد مش بلا مخ لاكل انا بلا كسر سيارات. ايه قالت لك كسر بندق بتاكلها؟ اكيد كسر سيارات ما بتتاكل. ليش عم تحكي معي هيك؟ زبون عندك بالمحل بتحكي معي بهيك طريقه؟ لا زبون تجي على المحل ما بحياتي بشوف. وين انا هون؟
فاطمه شايفته؟ بحياه عمري ما شفته. كيف بحياه عمرك؟ دوام؟ لا باكل هانكن جاتو دائما باخذ. استاذ علي 5 دولار حق الحبه ويعطيك العافيه. 5 دولار بحاسب فيها لو بدي احاسب فيها اول. لا هو رح يحاسب فيها. هو بحاسب ما بحاسب انا. انا ما بحاسب فيها، انت بدك تحاسب فيها. فاطمه قبل مره جاي لعنا. ما جاي لعنا ولا شيء فيه طبعا. هيدا هيته بيعملها بالمحلات برا. هيته بيعملها بالمحلات برا بينصب على العالم هيك، بيجي بياكل جاتو ببلاش. احترم حالك استاذ. بلا. اذا بتريد احترم حالك. هيك هيته. احترم حالك استاذ. بنلعب المرة هون عنا. استاذ عم بسال فاطمه قالت لي بحياتها في الجاي لهون. بحياتها بتكون مريت طريق فت لعندك. استحليت بدي اكل شوكولاته، بدي اخذ كيلو كيلو على البيت. بتاخذهم بنصب؟ مش بنصب. يا استاذ يعني عم ينصب علينا حبه بده ينصب حبه 5 دولار حسب شو عم بتقول نصاب استاذ انا كرامتك ما حكي معه طب ما استاذ كمان ان ولا شيء الزلمه اكل حبه الشوكولاته هلا بتكفل انت بحقه خلص تدفع حقه مثل الشاطر انت واقف على الجيب انا ما بدفع شيء ليش شايفني قاعد استاذ قاعد كيف بدي ادفعها؟ ما هو اكل شو؟ شو هو؟ بتعرفوا شيء؟ يا استاذ ما هو بينصب على العالم بياكل شوكولاته بينصب على العالم ايوه بينصب على العالم ايوه اسمع انت ببرنامج خليك رايق ونحن مرتفقين مع السيد علي، سيد علي سيد عبد قول اي استاذ بيعملها قبل مره بالمحلات بيعملها قبل مره انت اي حصلت؟ اي اهلا اوكي بدك 20 دولار و 4000 كمان 20 دولار و 4000 وبدنا منك اوكي بس كمان بدنا منك بعد 23000 لو سمحت لانه في عنا ارجيلي نحن كل شخص بيجي بيشتري من عنا كمان بدنا نعطيه ارجيلي لا لا لازم لا في المثل بيقول ابنك ما بيعلمه الظهر بيعلمه فلازم انا لا بارجل ولا بشرب هديه ولا سيجاره هديه هديه بدفع حقك معلش بتعطيه هديه لحدا لعائلتك ما حدا بالبيت بيدخن؟ لا ما حدا لا امك ولا اختك واذا ما عفوا اذا متزوج حضرتك لا خاطب كثير منيح كثير منيح كمان طيب بتروحوا بكره بدي ادفع حق هو هولي كمان لا 20 دولار هون 4000 و23000 الارجيله لا ما فيك تاخذ هودي بدون الارجيله لانه هلا هذا كل السيستم الجديد عم يطلع احنا صرنا بايعين منه 60 ارجيله هلا اه يعني لا 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 اتفق دخيلك ما لنا علاقه بالتفق لا عن جد عم بحكي بدك تاخذ هودي مع هيدي الارجيله واهلا وسهلا فيك مسيو وهيدي ارجيله ستانلس اول شيء وبتضاين وبتضاين هيدي 6 سنين ضمان في معها جرانتي من عندنا من المحل قصت لي اياها هيدي اوكي 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 اعطينا 10000 وبنعمل لك ورقه كل فتره بتيجي بتدفع لنا 3000 لا 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 عن جد لا ما انا محرز يا صديقي يعني بدنا نضطر ساعتها انه نرجعهم لانه بدك تاخذ هاي مع الارجيله رجعهم لكن اعطيهم مصاري ايه تكرم عينك قديش بده؟ ما فينا نعطيهم مصاري اه كمان ما فينا اه سوري لكن سوري سوري كمان ما فينا يعني بدك تضطر تاخذ الارجيله مع هودي الغلط طيب يلا فينا الارجيله تفضل اعطينا 23000 بعدين بنرجع لا بنرجع لا ما بيصير طلع اعطينا لكن خلي عنا شيء جارنتي ضمان عنا هون الهوية تليفون أو شيء أو أي شيء مسيو صدقني هيدي الأرجيلي ما في منها أكيد ما بدك تاخدها طيب لكن خليني أقول لك شغلة أهلا وسهلا فيك أنت كنت ضيف معنا ولوك الكاميرا إلا هاي إلا هاي أوكي تفضل مبروك مع السلامة إن شاء الله تكونوا تسليتوا معنا بهالحلقة خليكن رايقين للحلقة الجاي